رجعنا لكم معانا معين البستكي، حياك الله معانا. يا مرحبا وسهلا فيكم، يسعدني طول عمرك ويشرفني اني اكون متواجد وياكم اليوم في البرنامج، وان شاء الله نكون ضيفين عليكم. معين، اول شيء خلنا نعرف الجمهور منو هو معين البستكي. معين البستكي طال عمرك لاعب خفه محترف، يجيد العاب الخفه ومتخصص اكثر في امور قراءه التفكير والالوجن. احنا وضحنا النقطه هاي للجمهور، كون ان نفرق بين السحر والعاب الخفه. احنا ما نقوم بالسحر، احنا نقوم اللي يشوفونه الجمهور بالعاب الخفه. يعني هذا اللي انت تسويه الان، هل هو موهبه ولا هاي مهاره تحتاج تدريب مستمر؟ انسال السؤال دائما من القنوات المختلفه والمجلات والجرايد. ابا اكد لهم ان هي مهاره ممكن اي شخص منو ما كان يكتسبها، يصقلها، يقوم بها، ولكن لازم تكون عنده حذقية في أمور معينة. فما يعني تحتاج بعض الأمور تكون عندك فيها موهبة، لازم تكون فيها قليلة جدا، ولكن يعني حاسة الإدراك تكون عندك عالية، تكون عندك درايات مختلفة بعلوم مختلفة، مثل البودي لانجوج، مثل علم النفس شوي، مثل NLP، مثل الأشياء هي اللي موجودة تعرف لك شوية في الطاقة. هالأمور تساعدك أنك تقوم باللي تقومه ولكن بطريقة أحسن وأفضل وتبرز للجمهور أكثر. أنا برجعك شوي وراء لما كنت صغير. نعم. أنت لما كنت صغير كانت في عندك موهبة معينة؟ كنت أنت شاطر في شيء معين؟ أنا كنت، خليني أخبرك عن قصتي شلون أنا بديت بألعاب الخفة. كان عمري 6 سنوات، كنت في البيت ألعب بألعاب أبوي شار لي إياها، كان يزقرني يدي. معين تعال بأشوفك. صرت عند يدي واقف قابض درهم، مسك الدرهم دخلها في حلجة يعض عليها يطلعها ولا هي مكسوسة نص. أنا ياها 6 سنوات طالع أقول يمكن أسنانة قوية يمكن شو ما يكون، كان الدرهم المكسوس نص يحركها ترد درهم كامل. أركض مو من الخوف، أركض أسير الفريج أجمع كل الدراهم اللي ما يبونها، اللي ملتوية واللي ما أعرف شو واللي بزينة. فيمعت لي من 20 درهم، صرت عند يدي قلت يدي هاك 20 درهم، غير لي اياهم دراهم زينه بشتري لي دراجه هوائيه. على بالك انه عنده المقدره هاي يسويها. فقال لي لا، هني عاد اول مره صدمني فيها وانا ب6 سنوات. قال لي ترى هاي كانت خدعه، ما اقدر انا احول لك الدراهم الاصليه للدرهم اللي تباعها تشتري فيه دراجه هوائيه، وانا بدارني دراجه هوائيه بتكون اكثر من 20 درهم من اساسها يعني. صح. فاحيانا الناس يسالوني طب انت يدك شلون تعلم؟ يبون يعرفون شيره العاله وين بديناها من العاب الخفه. فيدي على ايام قبل احنا اجدادنا وهذا كان ما في ذاك التجاره في الامارات، كان يسيرون الهند. فكان يسير الهند حق التجاره. في سفره من سفراته شاف جروب في الشارع، الامريكان يسمونهم الفقيرز، بس عاد احنا عندنا البرفورمرز، احنا الفقراء هم الفقيرز، بس الامريكان يقولون الفقيرز، يسوون ستريت برفورمنس في الشارع. هذا في الشارع يسوون حركات. اي نعم. فيوم انه خلصوا صار يدي حق الليدر مال الجروب مالهم، كان يقول له ابغى اتعلم. قال لهم مشكلة مقابل مبلغ نقدي بعلمك. علمها إيه، يبغى يعلم ابوي ما يبغى يتعلم، عمامي ما بحابين، قبضني انا ب6 سنوات بدا يعلمك وبدا انه يسوي لي، وعقب بدا انه يعلمني الاشياء اللي تعلمها. وعقب كم من سنه ابوي هاك الوقت في دبي على الخور كان عنده محل لبيع وتاجير الفي اتش اس والبيتمكس، عاد على ايامنا الجيل الجديد وعارفين شو الفي اتش اس والبيتمكس، كان عنده يبيع الاشياء ياجرها ويبيعها. فكانت تينا الماستر تيبس من امريكا. في وفي البيت عندنا احنا كانه يعني مكتبه كله الجزء هاي اللي تحط فيها وحده وتسجل 50، وعقب يسوي لها باكينج ويبيعها في المحل. فكان يستلم من اللي يستلمه اشرطه لي ديفيد كوبرفيلد. اوه الساحر العالمي هذا. هي اللي في امريكا الشيب الحين. فكان يستلم، في يوم يستلم يعطيني يقول انا اعرفك وتحب السوالف هاي، فاحطيه وطالع ما اعرف منو هو. فاحب ان اسوي مثله، حتى ان من كم سنه سويت حركه من حركاتي لاخفاء، سوى اخفاء الستاتشو اوف ليبرتي، انا سويت اخفاء لبرج خليفه، الحركه اللي سويتها بواحده من القنوات المحليه. ابوك كان مشجع الموضوع هذا؟ بضمن القصه انا يوم انه عقب كم من سنه قبل ما اخلص الثانويه، على حول الثانويه صرت عند ابوي وهو جاي من محلس واصل البيت. قلت ابوي، قال ها، قلت انا قررت شو بسوي في حياتي،
هذا الولد واقف على باله بيسمع طب، على باله بيسمع هندسة، على باله بيسمع محامي. قال شو تبغى ولدي، شو تبغى أن تستوي يوم تكبر؟ قلت له أبوي أنا بستوي لاعب خفة، إنزين بين قوسين ساحر، بس عاد ما لاعب الخفة. أنا ما وعيت اللي بثانية شيء ظلمت عيني، شكلك كفي هاكل. أنا عاد أشوف ظلمة الدنيا. قالوا بيصير كمل دراستك أبرك لك صدقة. صرت كملت الدراسة، وهذه رسالة للآباء والأمهات إن الدراسة أهم من أي شيء، بس هم لا توقفوا قدام طموحات عيالكم في حال ما أن بغوا يتعلموا. من اللي كان يشجعك في العائلة؟ عمي كان يشجعني ويدي، وأبوي في البداية كان جدا مو واقف مع سالفتي أنا أني أسوي ألعاب خفة، لما عاد ظهرنا في القنوات وهذه البرامج هني عادة تشجع. بعيدا عن الامور هذه والقصه اللي حكيت لنا اياها، هل كان عندك موهبه معينه في الرياضيات؟ انت شاطر مثلا او في حصه الرياضه؟ ما اعرف يعني هل كان الرياضيات كان من المواد اللي انا كنت جدا جيد فيها، اللي انا اقول ممكن زادت عندي الحسبه والدرايه في مخي، لان انا شغلي يعتمد على اشياء مختلفه، يعتمد على البودي لانجوج، يعتمد على الامور اللي انا بسويها مع الشخص اللي قدامي. انا العاده اشبه نفسي بشارلوك هولمز. شارلوك هولمز ترى ما عنده قدره خارقه، شارلوك هولمز ما يرمي يطير ما يرمي يسوي، ولكن شارلوك هولمز عنده قوي في الادراك، قوي انه يعرف شو اللي بيستوي قبل ما انه يستوي. فيكون عارف التفاصيل، في تفاصيل هاي، التفاصيل هاي اللي ممكن يستشفها من اللي قدامه عشان انه يستنتج النتيجه اللي هو يباها. فاحنا شغلنا تقريبا مشابه لذاك شارلوك هولمز، وليس لذاك الايرون مان اللي ممكن يطير ويسوي سوالف هاي. اذا احنا من البدايه تكلمنا عن الموهبه والمهاره، وان اليوم انت عندك هالمهاره هذه. تتدرب وايد عشان توصل للهدف هذا؟ لازم. كم تتدرب تقريبا؟ يعتمد على الحركه اللي تبغى تسويها، يعتمد على الشيء اللي تبغى تسويه. من العاب الخفه في الاشياء اللي تكون شوي اسهل، في الاشياء اللي تكون اصعب، ولكن انت يوم تقول ان انت لاعب خفه وتبغى تقدم شيء للجمهور، انت لازم تعرف ان المشاهد اللي قاعد يشوفك انسان واعي، عاقل، دكتور، محامي، شو ما كان، انك لو تبغى تخدعه ايش كثر لازم تكون انت متمكن انك تخدع شخص دارس بالسنين ومنين عشان انك تروم تقدم اللي تقدمه وتسليه، وما معناه تقص عليه شويه تخدعه يعني. ابرز التحديات اللي تواجهها في المجتمع شو هي؟ تحدياتي كانت يوم اني طلعت اول مره على قناه محليه، قبل تطلع في اليوتيوب، وهذا اول طلعه تلفزيونيه جتني الرعشه والخوف. كنت خايف مو من الحركات اللي أقدمها، وليس من الكاميرات، ولا من أني أكون متواجد في برنامج. كنت خايف من ردة فعل المجتمع للي أنا أسويه. كنت خايف هل أهلي، أبوي، عيال عمي، ربعي، المجتمع، الدولة، خارج الدولة بيتقبلون واحد من العالم العربي يسوي السوالف اللي احنا نسويها من العاب الخفة ولا لا. فهالخوف كان موجود، هالخوف أني أنا باكر حد يآذيني لأني أنا أسوي شيء في وجهة نظرهم شيء لا يجوز، وأنا والأشياء اللي أسويها كلها ألعاب خفة. فبعض الناس ليه اليوم عندهم هالمسكونسبشن أن اللي معين يسويه ممكن يكون سحر، أن معين يسويه ما هي ألعاب خفة. فهذا دائما النظرة الخاطئة من أول. النظرة إحنا يوم أن أنا مثلا يوم أكتب لي فيديوهات وحطيها في اليوتيوب، أذكر الساحر بنقطة أن أنا في امريكا يقولون ماجيك، بس ماجيك ما يعطونها هالسجل السلبي، يسمونها بمسماها وليس بسجلها والمعنى اللي هم يعطونها. احنا لو قالوا ساحر قالوا هاي يتعامل مع القدرات الخارقه، مع الجن، من شيطان، من قليل، من ما كان، ولكن هي كلها العاب خفه لتسليه عيون المشاهدين احنا نسويها. زين، انت قلت انك بارع في قراءه الافكار، بنشوف الحين. زين، احنا نسوي اشياء مختلفه. خلينا نبداها بشيء تقريبا يمكن يكون شخصي ولا لا. انت دكتور، زين، وعندك درايه بالادويه، وعندك في الدنيا من الادويه بما لا يحصى من العدد، صح؟ اللي اباك تسوي، اباك تفكر لي بدواء. اوكي. الدواء هذا ممكن يخصك، ممكن ما يخصك، وفي وايد من الادويه، ابغاك تغير رايك كم من مره وتركز لك على وحده تكون موجوده في بالك. اوكي. عندك وحده؟ اي. هذه انت تستعملها؟ هو اللي استعملها. انت تستعملها، هي دواء انت تستعملها. أنا ما أعيش وياكم في البيت، أحسب أعرف الدول اللي تستعملها، فهذا الشيء الدول اللي أنت تأخذها. أباك تفكر باسم الدواء
وسبب أخذه وش يسوي. فكر بها فكر بها خذ وقتك فكر بها. مستحيل تعرف أنت هالدواء أصلاً. الدواء هذا بوجد نظري يأثر على الجسم كامل، ولكن يخص مو القطعة الفوقانية من الجسم، مو القطعة، ممكن الوسطانية من الجسم. لا تقول أي شيء بس هز راسك لو أنا تقريبا قريب. أوكي أباك تفكر بالدواء اللي في مخك. أوكي شغال المخ يدور على الدواء الحين. أباك تفكر قول لي أول حرف من الدواء اللي في بالك. قول لي إياها. أقوله؟ أي قوله. إس إس. غمض عينك دكتور، غمض عينك. شكلك تدخل في مخي ولا شو؟ دكتور لأول مرة شو هو الدواء اللي انت تاخذه؟ سنجولير. سنجولير. أنا ما بقدر البرنامج بقوم أروح. هاي ممكن تحتفظ فيها بالميلاد. Yeah. كيف عرفت؟ ألعاب خفة وخدع بصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. زين في شيء ثاني نسويه؟ نسوي لك وايد اشياء. زين خلينا نسوي شيء شوي مرح حق الجمهور يكون بعد حلو. انت تتابع افلام احيانا؟ اي. تعرف الفنانين للهوليوود؟ يس. صحيح؟ نعم. بلاك خايف دكتور. فاللي نبغى نسوي اللي نبغى نسوي اباك تحتفظ في الظرف هذا، خله عندك. زين. خله عندك على الطرف لا تفتحه. ظرفه. خله هذاك هناك اي مكان. ونبغى نراوي الجمهور، اباك انت بعد تشوف وتقرا لي وتاخذ الكاميرا لو كلوز، تاخذ اسامي الفنانين اللي مذكور عليها ولو تقرا تشوف وتقرا. ايه اوكي. انزين الكاميرا تاخذ عليها كلوز، قولها، قول الاسم. براد بيت. براد بيت. ليوناردو دي كابريو. توم هانكس. مات دامون. روبرت دينيرو. قول وانا بسرعة 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 بسرعة. واشنطن. اوكي روح. ويل سميث. الباتشينو. جورج كلوني. مورغان فريمان. بن أفلك. تشارلي تشابلن. ذا روك. وإلى آخره. اللي أباك تسوي دكتور، أباك تاخذ الدفتر هذا حطه على إيدك اليسار، حطه على إيدك اليسار، أنا ما بجرب. أوكي. حطه على إيدك اليسار. اللي أباك تسوي، أباك تفتحها على صفحة، أي صفحة ما بغيت تفتحها، تطالع المعلومات اللي مذكور عليها. تحفظها في مخك، تسكر الدفتر وتفرها. خذ راحتك لا تستعجل. أوكي. تاخذ صفحة، تاخذ المعلومات بس في مخك، تسكر تفر الدفتر بعيد. يلا بسم الله. فتحت. سكر فر. متذكر عندك المعلومات موجودة ببالك صح؟ مثل ما الجمهور شافوا في وايد أسامي لفنانين لهوليوود، أنت في عندك واحد موجود في بالك من الصفحة اللي فتحت عليها والمعلومة موجودة في مخك صح؟ إيه. ولا خلها عندي. لأول مرة الفنان اللي شفت اسمه شو كان؟ منو كان؟ قول لي. أقول الاسم؟ إيه قول الاسم. توم كروز. توم كروز. توم كروز الفنان اللي الدكتور فتح على الصفحة شاف الاسم سكرها وفرها. تعيد الدكتور أعطاك ظرف تحطيته حذاك بناكي. تعيده؟ إيه. تعطيني إياها. خير. أعزائي المشاهدين، هل ممكن من 60 اسم الدكتور يكون مختار توم كروز؟ 1 2 3 توم كروز في سن 6 سنوات من عمره، 6 أشهر من عمره. دكتور توم كروز هذا هو 6 أشهر من عمره. هذا هو الحين؟ هذا هو يوم كان صغير. مو هذا؟ مو هو؟ أي صورة؟ بس شوف داخل الظرف في شيء ثاني؟ ما في شيء. ما في شيء صح؟ أبا أعتذر منكم لأن توم كروز هني هلا ما كانوا ملبسين اي شيء. اوكي. ولكن ما اسوي ان معين البستكي غلطها توم كروز. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. معين شو احسن جزء انت تستمتع فيه من الموضوع هذا كله؟ الجزء اللي انا يمتعني اكثر من اي شيء ثاني هي استمتاع الجمهور يوم اقدم العرض.
الفرح اللي تضيف لهم على شفايفهم، الوناسه اللي تيهم، رده فعلهم. خوفني انت اليوم والله. فونسناك على اخر الحلقه. معين البستكي مشكور على وجودك معانا. الله يخليك.